nice to see you too. It's been a year. بدي بلش مع Full Moon لأنه هيك it's such a nice cast, but it's different stories altogether. But كيف اشتغلتوا أكيد أنت مع خالد وحتى مع خالد يعني ما شفتيك كل هالقد يعني. I saw him for a few hours. All my work was alone. يعني في الحتة بتاعت my house, so this was my main thing. أنا كنت خارصة في الفيلم بيسكلي. إيه لأنه وهيدا الصعوبة بتدور الناس يفكروا إنه إذا عندي كلمات أكثر التمثيل أكثر، بالعكس بفتكر إنه أنت تعكسي كل هالإيموشن يعني بلا ما تحكي أكثر من كلمتين أو ثلاثة أصعب. آه طبعاً بكثير لأنه الكاميرا خصوصا في الكلوز أب يو هاف تو ثينك إنه أنت هتطلعي على شاشة السينما مش شاشة التلفزيون، ف وشك لما يبقى كبير قوي على شاشة السينما كل حركة بتفرق، ف you cannot be over like you know, ف you have to take care of these things. طبعا هادي الباجوري is fantastic. He knows, he guides me well. نحكي عن مشاريعك المستقبلية، بدي احكي عن هول الانثولوجي موفيز اللي شفناهم بهوليوود مثل فول مون، بس انه فور شور ديفرنت، لاف اكشلي، شيز جاست نوت ذات انتو يو، نيو ييرز ايف، دو يو واتش ذوز موفيز؟ ار ذي يور تايب؟ يس اوف كورس. اي طبعا اي لاف فيل جود موفيز. اي اكشلي لاف اول ذا موفيز، ايفن ذا دارك ونز. ايه انه ا جود موفي از ا جود موفي. من وقت ما شفتك السنه الماضيه طلع على اللوكسور كمان، وكثير نشاطاتك بين شاهد والافلام والمسلسلات، اتس بين فيري بيزي فور يو، وكيف عم تختاري هالايام؟ والحلو انه انا بيتعرض عليا حاجات كثير حلوه، يعني الستوريز ام لايك اي ونت دو ذس ون اند اي ونت دو ذس ون اند اي ونت دو ذس ون. فاهمه ايم فيري لاكي ان انا بيتعرض عليا حاجات حلوه. فا I have been very busy. ما خدتش ولا يوم اجازه. عشو عم تشتغلي هلا؟ دلوقتي بصور فيلم تحت تهديد السلاح حسن الرداد ومي عمر، وبرضه بصور فيلم وقفناه في عز الظهر مع مينا مسعود. مينا مسعود من الادن؟ How was that? He is a lovely guy, lovely person. I didn't get to film with him yet. بعد رح تصوروا سوا، والفيلم بالعربي او شوية انجليزي او شو؟ هو بيحكي عربي. هو بيحكي عربي. لا لا it's in Arabic. My final question is على دور انت يمكن حابه تمثلي، مثل ما قلتي بيعرضوا عليك كثير ادوار بتحبيها، بس في ادوار هيك انت بقلبك on your bucket list انه مش معروضة عليك بس حابه تعمليها؟ Yes, I would very much like to do واحدة فلاحة أو واحدة من العشوائيات، أو الكاركترز دي are very interesting، بس أنا شكلي أجنبية زيادة عن اللزوم، طريقة كلامي أجنبية زيادة. أنا بتكلم على الأداء، على الكلام، على طريقة الكلام. This is going to take a lot of studying from me and I really don't have time to do that unfortunately.